شريط الوثائقي. اليوم برشا يقولوا لي على عنوان الفيلم يقولوا لي لا خوف بعد اليوم، كي وين الخوف جعلنا والخوف يرعب فينا؟ يظهر لي ماهوش نفس الخوف، الخوف تبدل. قبل كان ثم نوع من الخوف اللي ما يسمحش للعبد باش يخرج للشارع ويقول رأيه ويدافع عليه ويداوم في الدفاع عليه. نوعية الخوف هذاك ما عادش موجودة. ثم خوف آخر، العبد ولا يخاف على حياته اللي تتبدل، ولا يخاف على شكون يجبر أخته ولا مرته باش تلبس حجاب، وإلا باش ما تخرجش لابسة بطريقة معينة أو يلزمها تلبس بطريقة معينة. هذه نوعية أخرى من الخوف اللي ما هيش قاعدة نغصبت لنا حياتنا، مازالت ما ركبتش علينا ومازالت ما سكرتش علينا أفاقنا. ونظن اللي مازللنا برشا باش ولا مازللهم برشا ويستناو برشا قبل ما يوصلوا يجبرونا على تطبيق أفكارهم. لينا تحب تكون حاجة؟ خايفين رانا من الشهنة، الخوف وغري، الخوف مشي وأحنا مش نخلصوا منهم، دقاش.